الأسنان شيء مهم جدا، وعالم الأسنان عالم سحر. أنا قعدت سنين على ما وصلت إن لا أنا هعمل أشعة مقطعية وأنا بخلع ضرس العقل عشان أنا مش عايزة مشاكل. مريض السكر لازم التراكمي بتاعه ينزل، ما قلتش أبدا إن مريض السكر مش هيزرع. المشكلة بتقابلني في التقويم إن بيجي لي العيان أوريدي مركب الجهاز، الحالة متشخصة غلط ويقول لي صلحي. العالم فيه تقدم كبير جدا في العيادة الأسنان جدا. كتير بقى قوي قوي يجي يشتكي من ضرس ويقول لك انا عملته علاج جذور وطلع خراج وقعد ينزل في مده وحصل وحصل وحصل، ابص في بقه الضرس مش موجود اصلا. مساء الخير، اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ الحمد لله، وحشني والله. هو خايف يوريك سنانه. انا اكتشفت ان موضوع التشخيص موضوع في منتهى الاهميه ومحدش مديله حجمه. هرمون الهبل ده موجود فيك عادي. ملوش اي علاقه بالعقل اللي رايح مسافر ده، مش ملوش علاقه دخلت بالسعال ولا لا. لازم الناس يكون عندها منطق ان الدكتور مش تاجر، الدكتور بيتارجت نتائج اكتر من المريض نفسه. ليه؟ لان انا سمعتي في راحتك. الدكتور إسراء أحمد السعيد، استشاري جراحات الفم والأسنان بكلية طب القصر العيني، ماجستير جراحات الوجه والفكين كلية طب القصر العيني، ماجستير جراحة الفم والأسنان كلية الطب القصر العيني، حاصل على الدبلومة الأسبانية لزراعة الأسنان جامعة سيفيا، عضو الجمعية الأمريكية لجراحين الأسنان. مسؤوليات مريض تجميل الأسنان هو التدقيق في اختيار الطبيب المتخصص والصرح الطبي المناسب الموثوق، بعدها يتحتم عليه التعاون التام والالتزام بالتعليمات الطبية والحرص على مواعيد المتابعة، علاج كل ما حول الأسنان من لثة وأنسجة، وتنظيف الأسنان واللثة دورياً بالعيادة مرتين سنوياً، تناول الوجبات المنتظمة والتقليل من السكر مع شرب الكثير من المياه، الابتعاد عن العادات الضارة بصحة الفم والأسنان زي الكحوليات والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، وطبعاً التدخين. أهلاً بكم، عايز أكلمكم على برنيس مارلو. برنيس مارلو دي ممثلة يعني أصولها غريبة شوية، هي فرنسية ولكن لها أصول صينية وكمبودية، مش مشهورة كتير لكن هي ممثلة فرنسية أساسا. عملت فيلم عجبني جدا اسمه From 5 to 7، من 5 لـ 7، وهي اتشهرت قوي في فيلم تاني من الساعة 5 للساعة 7، يعني هو فيلم كده اسمه كده، وفيلم تاني اتشهرت بسببه اللي هو طبعا فيلم جيمس بوند. جيمس بوند فيلم تجاري يعني. اللافت نظري في الفيلم اللي انا بحكي لكم عليه ده، طبعا ده مع كريج اللي هو الممثل دانيال كريج المشهور، طبعا دانيال كريج واحد من بينج ستارز العالم، لكن خليني اقول لكم ان سنانها ليها دور مهم جدا في نجوميتها. ده 5 لـ 7، ده فيلم ده From 5 to 7. الفيلم ده المخرج والمصورين والاضاءه ركزوا، هي البنت جميل لكن ركزوا على سنانها. سنانها هي اللي لعبت دور مهم جدا في الفيلم. خطف يعني خطفت عينيا احنا عملنا دعايه للفيلم كويسه قوي دلوقتي. خطفت عينيا ليه؟ لان سنانها تبدو طبيعيه جدا في الفيلم، والابتسامه كمان فرقت مع السنان، فرقت معاها جامد. ازاي صناع الصورة في هوليود دلوقتي بيهتموا بالسنان؟ بتلعب دور مهم جدا في نجاح الفيلم او فشله. انا فاكر ان انا شفت فيلم مصري مرة بدون ذكر اسماء، الممثلة اللي بتقوم بالدور الاول في الفيلم سنانها وحشة، سنانها ما كانتش معمولة صح رغم انها عاملة تجميل في سنان، في اضاءات معينة سنانها كانت بتبان في منتهى
يعني الـ 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 يعني اللخبطه، رغم انها عامله تجميل في السنان، تبدو عامله تجميل يعني هي جايه من دكتور سنان، لكن الشاشه والاضاءه والكاميرا بينت عيوب الاسنان كلها. فخلي بالكم سنان تفضح جدا جدا في عالم التجميل. النهارده هنتكلم عنواننا، انا دايما بحب احط عناوين، انا فكرت في عنوان لطيف جدا، امتى ان حد يروح لعياده تجميل سنان ويطلع سنانه اكثر سوءا او مش افضل شكل ممكن. التجميل خطوه لازم تكون مدروسه بدقه شديده جدا، لان تفاصيلها الدقيقه في اللون والتكتشر والشكل والريفليكشن بتاع الاضاءه والطبيعيه والبروز والى اخره، فيها تفاصيل كتيره جدا. واللي رايح يعمل تجميل عايز البرفكشنستيك، عايز الدقه والكمال. حوارنا النهارده عنوانه كده، عنوانه ممكن اروح لدكتور تجميل اسنان واطلع حزين؟ ده سؤال مهم قوي. ضيفتي العزيزه اللي بتمتعنا بحوارها دائما دكتوره اسراء السعيد، استشاري جراحات الفم والاسنان وماجستير جراحه الفم والاسنان من كليه الطب جامعه القاهره، والدبلومه الاسبانيه لزراعه الاسنان من جامعه سيفيا. اهلا بيك دكتور. اهلا بيك دكتور ايمن. عايز ابدا تجميل الاسنان بالمعنى ده، هل ممكن حد يروح يعمل تجميل سنان يطلع زعلان؟ اه طبعا وارد. لازم لما تيجي تعمل تجميل لازم تقول للدكتور انت متصور توصل لايه، وتناقش الدكتور في الشكل. يعني مثلا بيجي ناس تقول لا انا عايز سناني كلها تبقى بيضه قوي، انا عايز تبقى ملفته، في ناس تقول لك لا انا عايزها اللون الطبيعي، في ناس تيجي تقول لك انا عايزها كلها فلات قوي كده، مش عايز فيها اي تضاريس خالص. ودي شفتها قريب جدا، في حد كان جاي عايز السنان فلات من السطح الخارجي والادج نفسه بتاع الاسنان كله سطر كده، مفيش كده، اسنان لازم يبقى فيه واحده اطول من واحده وفي علاقه ما بينهم والناب وعلاقته بالسنه الاماميه. هي لا انا عايزه كذا. فالتجميل ده على حسب المريض او الشخص ايه التخيل اللي هو عايز يوصل له، فالدكتور لازم يسمع منه طب انت عايز ايه، اللون، الشكل، اجيب لك اقرب شكل للطبيعي، طب انت حابب ايه، علشان لما الدكتور يجي يسلم المريض الاسنان تكون ماتشنج مع الفكره اللي هو منتظرها. وممكن برضو لو مريض عنده بيرفكشنزم جامد قوي او يعني ناشد الكمال بالظبط، يعني محسوكين يعني قوي، ممكن يجي يشوف الديزاين اللي الدكتور بيبقى عامله على السارك او على الماشين نفسها، بحيث ان هو يقول تعليقه. ولو اني من الناس اللي بتقول مش الخطوه دي، بالخبره الخطوه دي ما بتفيدش العيان قوي. ليه؟ مش بيبقى متخيل حاجه على الكمبيوتر شكلها ايه، وما بقاش عارف مين السنانه الاماميه ومين الخلفيه، لان الراس نفسها بتلف على الكمبيوتر، مش بيبقى متصور. لكن هو لو قال لي تصوره ايه اطلعه له زي ما هو عايزه، لكن لو هو شافه مش مستوعب الابعاد ديت شكلها ايه والشكل الطبيعي ايه. يعني انت عندك السن قد كده، انت على الكمبيوتر بتشوف السن قد كده، انت مش هتبقى متصور الشكل مظبوط. فلازم الدكتور يسمع المريض هو حابب يوصل لايه، علشان يوصل ما يعديش المريض ما يعديش سقف احلامه، يعني ما يعديش قوي الفكره وقد تكون مش مناسبه ليه. ولازم الدكتور يبقى مستوعب عشان يحاول يقرب له اللي هو عايز يوصل. الناس ساعات بتتسرع شويه، بيبقى عايز السرعه، خصوصا ان في دلوقتي ترند اللي هو تعالى تعمل تجميل في خلال يوم. اي حد عايز السرعه. بس انا ببقى ليا دور، يعني مثلا انا لو سنانك كلها مجرد ان انت بتحط فينيرز او كراونز وما انتش عامل علاج عصب وما انتش عامل عمليه تجميل في اللثه، ما انتش شايل العظم، مش ناحيه اللثه، مش عامل عمليه تانية، تستلم في يومها مش تاني يوم. لكن لو عامل الخطوات دي بتقابل مشاكل زي ايه؟ لو انت عامل عمليه نحت لثه او شايل العظم بطريقه معينه عشان تطول السنان او تدي شكل جميل للثه على الاسنان، والعمليه دي في بعض العمليات الالتئام الجرح ممكن ياخد اسبوعين ثلاثه، لان دي بتبقى عمليات عمليه بتدي شكل مختلف تماما عن المريض داخل بيه. ازاي انا اسلم قبل كده؟ لو سلمت قبل كده هيحصل اكتر من مشكله، اللثة هتبقى مضغوط عليها وهي لسه عامل عمليه، تاني حاجه اللثة هتبقى بتنزل دم وانت شغال، الدم دوت لو نزل تحت طربوش يا اما هيفصل الفينير او الطربوش دوت من اللزق وهيجي لك بعدها بيوم فصل،
يا إما هينزل تحته ويديك لون أحمر تحت الطربوش، قلب على لون بامبا أو على لون مش اللي انت متصوره خالص. مع سنان أمامية بقى مع سيدة الأمور بتبقى أكثر تعقيدا. إحنا عملنا ليه أو وصلنا المرحلة دي ليه؟ علشان السرعة المبالغ فيها اللي مش في وقتها. لو كل حاجة عادية ما انتش عامل عمليات، ما انتش يعني مثلا يجي عيان عامل علاج عصب ومنظف خراج وبينزل فيه صديد وي وي وي، أنا عايز استلم بكرة النهاردة امبارح، لا هو مش صح. ليه؟ احنا مش متأكدين ان احنا القنوات ديت خلصت كل الصديد وبقت مطهرة 100%. ادينا يومين ثلاثة حتى. السرعة مش في كل الحالات كويسة، لازم يكون الطريق قدامك منور وفاضي عشان تجري، لكن تجري في طريق غلط العيان هيزعل والدكتور هيندم. الطريق الأول للتنميل هو التقويم. التقويم ملوش علاقة بالسرعة بقى، التقويم ده عايز صبر. لا ليه بيجي ناس يقول لك اعملي لي التقويم اللي بيتعمل في اسبوعين؟ ما هو في حاجه اسمها التقويم بيتعمل؟ ما انا برضه بسمعها زيك والله. لا ده اول مره في كده. طب هقوم ايه؟ هو ما لحقش يعني، هو هو اسبوعين هو ما لحقش. تعرف التقويم ده بيبقى عباره عن ايه؟ ان انت بتحرك السنه. تخيل انت لو مسكت سنتك وحركتها هتتوجع جدا واصلا مش هتتحرك معاك. طب تخيل ان انت بتوصل بيك ان انت بتحرك مجرد ما السنه تتحرك ده معناها لازم تشال. تخيل بقى ان انت بتحرك السنين بالتقويم، بتصفرها، سنه جايه من سقف الحلق القدام، ناب جبته من المناخير نزلته وصفرتها طريق طويل. طيب انت متصور الاحمال اللي اتحطت على السنه دي عاليه قد ايه؟ عاليه. طيب ليه السنه دي ما اتخلعتش؟ طب مش انت لما بتيجي تخلع سنه بتمسك الكماشه وبتحط الضغط على السنان عشان تطلع؟ طب ما هو ده ضغط اعلى منها او زيها، ما اتخلعتش ليه؟ علشان انت بترفع الاحمال جرادولي بالتدريج. ولما تيجي تنزل بتنزل بالتدريج، وبتبقى حاسب العظم اللي حوالين السنه ده قد ايه والسن بتاع المريض دوت قد ايه. فان انت تعمل تقويم في اسبوعين هاو كم، انت عندك مبدئيا اول 3 شهور انت بترفع احمال، ما بتشتغلش حاجه خالص، بترفع احمال بس كده. ازاي توصل بقى ان انت ترفع الاحمال وتخلص في وقت قليل؟ يعني ما فيش منطق يقول ان في حاله تقويم ايا كانت سهولتها تخلص في اقل من 6 شهور، وبالذات التقويم الثابت المتحرك ممكن حاجات تخلص في وقت قليل في الاطفال. فالحاجه الموضوع ليه وزنه، يعني ليه 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 حاجه دراسيه، مش كل واحد يقول لك فلان عمل في وقت انا عايز زيه خالص، ما تجيش. كل واحد هو حاله منفصله بتشخيص منفصل، وعظمه حاجة تانية. العظم كمان ده فكرة تانية خالص، انت ممكن تبقى الحالتين زي بعض، العظم ده كواليتي، العظم ده كواليتي تاني. التثبيت الداخلي، يعني هنا مثلا في الفيديو ده بيوضح ايه هو التثبيت الداخلي وايه اهميته وبيتعمل ليه وازاي وكم جهاز. internal fixation. internal fixation او انت بتعمل او انا بعمل لكل فك جهازين، واحد داخلي واحد خارجي. ليه؟ علشان لو دوت جرى له حاجه دوت يعمل له سبورت. كل ده مش 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 بيتطبق على كل الناس. في ناس تيجي تعمل لها تثبيت ويجي بعد ما يخلص مع الدكتور يشيل بس التثبيت، الحاله ترجع زي الاول. يجي المريض يقول لك طب ازاي ما انا عملت؟ لان في سبب يخلي الاسنان ديت ترجع وتفرق تاني. لازم السبب دوت الدكتور يبقى عارفه باي اكسبيرينس، وبرضه بالمذاكره. يعني مش هينفع ان اي واحد يشتغل اي برانش في طب الاسنان، لازم يبقى عارف نوع الجهاز. يعني دوت مثلا جهاز ريتينر خارجي، الريتينر دوت فيه معدن، فيه زيه بيتعمل شفاف بتكنيك تاني خالص. طب ده هينفعك ولا ده؟ مفيش حاجه اسمها هو ده الجهاز اللي بيركب لكل الناس مع اختلاف مقاسه، لا، كل حاله هي فكره منفصله. في ناس مثلا تعمل لها تقويم تيجي تقوم فاتحه فراغ في خط النص يدي شكل وحش، يروح لدكتور تاني يقول له لا ده انت محتاج تقويم عشان تقفل الفرق او الفلق ما بين الاسنان. يقول لك طب ده انا لسه شايل جهاز التقويم، ده حصل ليه؟ عشان في الوتر الشفوي اللي موجود في الشفه من جوه، لما ترفع الشفه كده الوتر ده كان المفروض يتاثر شويه او يتقص عشان هو داخل ما بين السنتين، كل ما تتكلم فالشفه تتحرك فيفضل الوتر دوت رايح جاي يفتح مسافه. تقويم كان معمول حلو والدكتور عامله كويس بس هو ما لقطش التركايه دي. احنا شغلانه فيها تريكس، يعني انت بتذاكر ولا جود
البراكتس بقى، ان انت بتمارس طب الاسنان دوت، التريكات دي اللي بتخلي الحاجه تعيش وما يحصل لكش مشاكل. السؤال اللي بيفرض نفسه الفراغات بالذات، لان دي مشكله كبيره، هنعالجها بتقويم ولا هنعالجها بتركيبات؟ على حسب حجم الفراغات وحاله السنان وسن المريض. التلات عوامل دول لازم يجتمعوا مع بعض، لازم تفكر فيهم مع بعض. يعني مثلا فراغات زي دي بالنسبه لنا هي فراغات متوسطه، لا يتقال عليها فراغات كبيره ولا يتقال عليها فراغات صغيره. طيب الحل بتاعها ايه؟ وكمان في حاجه، الاسنان قصيره اكتر من اللازم، لازم السنان دي تطول شويه علشان يبان فيها التجميل. ليه؟ لان في علاقه ما بين الطول والعرض، ما ينفعش ان انت تعمل عرض يعني تعرض الطرابيش عشان تقفل الفراغات والطول السنه قليل، تديك شكل زي بلوكات الطوب اللي جنب بعضها في المبنى اللي هي كله بالعرض بالعرض بالعرض، شكل وحش. ما لازم تتزود الطول على حساب العرض، يعني هتعرض ربع ملي هتطول قدامه ربع ملي عشان ترجع للزيرو بوزيشن، ترجع للشكل بتاع الاسنان الاساسي. احنا هنا طولنا الاسنان شويه، ظبطنا الريليشن بين الطول والعرض علشان نقدر نقفل المسافه. يجي مثلا بعض المرضى يقول لك ايه، انا الفراغ جنب السنتين الاماميتين يمين وشمال، هركب بس طربوشين على السنتين دول اقفل بهم الفراغ. ما ينفعش، ما ينفعش اعمل طربوش بهذا العرض، لازم الفراغ ده يتقسم على عدد الطرابيش او عدد الاسنان اللي هتتغطى، بحيث عندك الفراغ ده مثلا عامل في كل جنب 2 ملي، انت هتزود في كل طربوش نص ملي، ربع يمين وربع شمال. شوف انت كده هتاخد كام؟ هتاخد 4. الجنب التاني هتاخد 4 اسنان، يبقى انت مجموعهم كام؟ 8. خدت 8 ليه؟ علشان تقفل بقى 8، عشان تقفل الفراغ اللي قدام بس، بس بتقفله بعلاقه جيده. هنا مثلا من الحاجات، السنان ديت فيها ضعف في التكوين، والمريض دوت قافل الفراغات بحشوات، بص لونها هتلاقي الاسنان الاماميه مبطشه. ليه؟ لان هو حاول يقفل بمادة زي مادة الحشو كده، قفل بيها الفراغات اللي ما بين الأسنان. وصلنا لإيه؟ نتيجة مش مقبولة، بدليل إن هو جاء ليا علشان يغير الشكل، عشان هو مش راضي عن الشكل ده، علشان فكرة الطول والعرض وتقسيم المسافة. مش شطارة إن يكون عندك فراغ تقسمه على طربوش أو طربوشين، أو تعرض الطربوش بالجنب تاكل بيه الفراغ، ما ينفعش. رابت لايك، يبقى خلى السنان شبه سنان الأرنب. غير مقبول. رابت لايك دي في العلم، يعني ده مش تعبير تنمري عشان بس ما حدش يزعل، لكن هي ده تعبير علمي، إن السنتين الكبار اللي في الأمام السنترال انسيزورز كبرناهم قوي. بالظبط. والشكل واللون والكفاءة والطول كله مش مظبوط. طيب احنا عشان نحل المشكله ديت هنعمل ايه؟ هنجيب الحاله من الاول. لازم تتحسب. ادي يا باشا وابني تاني. بالظبط، ولازم ابقى محسوبه انت بتتعرض قد ايه؟ لان فكره ان انت توزع المسافه على عدد الاسنان، الفكره دي الناس مش مستوعباها خالص خالص، متصوره ان عندك فراغ افرد الطربوش بالعرض، تطلع منظر رهيب، يطلع الطربوش زي اللبانه. رابت لايك. رابت. وغير كده بقى هي ليها مصطلح تاني. انها بتبقى زي قالب اللبان، عارف انت تشيز. ديت حاجه مش حلوه خالص. احنا وصلنا للنتيجه دي، طبعا هوموجينيستي، اللون كله واحد غير قبل كده، اللثه كلها صحيه، مفيش حاجه ورمه وحاجه لا، علاقه الاسنان ببعضها ايديال. برضو علاقه الاسنان ديت فيها موضوع كبير قوي دكتور ايمن، بتكلم فيه كتير قوي مع الناس يوميا. الناس عندها اعتقاد ان العلاقه الطبيعيه ما بين الفك العلوي والسفلي هو ان الاسنان تبقى واقفه على بعضها فوق بعضها كده. ده غلط، دي حاجه اصلا تستحق العلاج، يعني الاسنان دي هتكسر بعضها. فاش تفضل تعمل كده طول النهار، لكن لو اتزحلقت كده السنان تعيش. ما ينفعش، ربنا خالقها كده سلايدي مش كده. كده الناس كلها تيجي لما انت تعمل مثلا ابتسامه وتطلع السنان الاماميه تغطي تلت السنان السفليه، او تبقى جامبنج لقدام مغطيه جزء منها، يقول لك لا مش هو دوت اللي انا عايزه، طلعتيني بضب، انا عايز السنان تبقى فوق بعضها كده. الحوار ده قائم يوميا والله ده غلط. الحاله دي تستحق العلاج،
يعني المفروض الاسنان واقفه على بعضها كده بيروح لدكتور تقويم بيغير العلاقه دي علشان اللي فوق يعدي من اللي تحت وتبقى فيه سلايدنج. لازم يبقى السنان كده، ما ينفعش. فاحنا كده وصلنا للمثالي اللي الناس متصوره ان احنا كده او هو كده مريض عنده ضب. لا، لازم الفك العلوي يغطي ثلث الاسنان. الاسنان العلويه بتغطي ثلث الاسنان السفليه. اللثه الناس بتهتم بيها في وسط المعمعه دي؟ اللثه دي لا لا، تيجي الحوار عليها طبعا ده كان ليه اخر حاجه. ايوه، ركب لي بس التربوش. ركب. طب ما هو ركب التربوش ازاي؟ ما انا عندي اللثه كتيره قوي مغطيه جزء كبير في السنه، فهعمل ازاي تربوش قد كده؟ ما هو انا لازم افتح مسافه علشان التربوش دوت يبقى راكب على السنه. انا السنه عندي 2 مللي، احط التربوش فين؟ تعرف امتى اللثه الناس هتهتم بيها؟ امتى؟ لما تدخلي مطعم وتلاقي المطبخ نظيف زي المطعم. احنا عندنا مشكله في مصر اسمها اللي مش متشاف او اللي يبين للناس كانه مش متشاف الناس ما بتهتمش بيه. ادخلي اي كافيتيريا عايز تعرف الكافيتيريا دي نظيفه قوي ولا لا، روح المطعم بتاع الكافيتيريا اللي هو مستخبي جوه اللي في اخر الكافيتيريا. طيب هتلاقي المطعم ده مثالي وحش. يعني لو حلو يبقى الكافيتيريا ديت توب. في الغالب هتلاقيه وحش، هتلاقي الحاجه مرميه في الارض وهتلاقي الدنيا بايظه وبتاع. اللثه والاسنان نفس الفكره، نفس العلاقه. شوف التعبير دوت هيعجبك قوي. الحاجه المتغطيه. ادخلي بيت، ادخلي بيت عايز تعرفي الناس اللي في البيت دول مهتمين مش الريسبشن، الاوض. الاوض ادخلي، ما هي دي اللثه، هي دي هو ده هنعمل فيها تجميل. هو كلامك فعلا دايما الناس بتهتم بالحاجه اللي ظاهره، الحاجه اللي مش ظاهره الناس بتستبعدها. يعني يجي مثلا سنانه كلها فيها مشاكل كتير 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 كتير، يقول لك اعملي بس ابتسامه هوليود او طرابيش على السته الاماميين. ايوه، طب حضرتك هتاكل ورا ازاي؟ ده في سنان مفتوحه ومخرمه والدنيا جوه يعني مش مظبوطه خالص. يقول لك معلش بس المظهر الخارجي. لا، هو الناس لو تيقنت فكره ان لازم جوه يبقى زي بره هم هيرتاحوا كتير. اللثه هي الشاسيه اللي شايل، ما ينفعش. يعني زي دي حاله بنوته، الصوره اللي فوق دي عندها اللثه لونها رمادي او اسود، هي طبعا مش مدخنه، دي جينيتك بالظبط. راسيزم. البنت ديت طبعا متاثره جدا ومش عارفه تضحك ولا تتكلم ومتضايقه جامد يعني من شكل بس اللثه. طيب احنا عايزين نحلل المشكله، الموضوع اصلا ابسط من ان هو يضايقها ويعمل لها مشاكل نفسيه. هنعمل ايه؟ هنعمل توريد للثه. انت كده جبت الاوبتيمم، عملت لها شكل رائع. بس هي عايزه فينير بعد كده لما تكبر شويه. صغيره، هي صغيره بس كنت بحللها المشكله. بتاع اللثه. يعني مش صغيره قوي، يعني مثلا بتتكلم في 16 سنه، مش ماشي صغيره لما تكبر يعني شوي. تكبر شويه بس هي دماغها كلها مركزه على التصبغات اللي لونها رمادي اللي في اللثه. مجرد ان انت بتعمل لها دي بيجمنتيشن او بتعمل لها توريد للثه، يعني بترجع اللون الوردي اللون الصحي بترجعه تاني، الابتسامه دي اسمها ابتسامه هوليود. انت كده عملت ابتسامه هوليود. ابتسامه هوليود في الحاله دي اللي هو ايه؟ ان انت وردت اللثه وشلت الحاجه اللي مخليه شكلها مش حلو. ابتسامه هوليود على فكره ده مصطلح، ده مش جهاز. دايما الناس تقول لك اديني ابتسامه اعمليها لي، تكلفتها كام؟ ده مصطلح، ده مش جهاز بتاخده في ايدك. يعني الحاله دي كده اسمها عملت ابتسامه هوليود لانها شالت الحاجه اللي مديه الشكل الوحش. لو احنا الحاله ديت متضايقه من الفراغات وانسى ان انت ركبت لها فينيرز، انت كده عملت ابتسامه هوليود. ان انت وصلت الحاله من الوضع اللي بيضايقها للشكل المثالي، هو ده ابتسامه هوليود. هتيجي معاك بتقويم، هتيجي معاك بزراعه، هتيجي معاك بتوريد لثه بالليزر، في 10 دقايق بتطلع باللثه لونها وردي، انت كده عملت ابتسامه هوليود. فالقصه كلها في ان الناس تستوعب يعني ايه ابتسامه هوليود وايه اللي انا عايز اوصل له. الموضوع هيكون سهل جدا. الفينير هي نجم نجوم التجميل، وهي الجالس على عرش التجميل ربما بقوه شديده، وياتي بعدها الكراونز. لكن معظم الجيل الجديد عايز يعمل فينير. الفينير ما بين انه فعلا طفره في عالم التجميل، لكن الجانب الاخر حمل ربما ما لا طاقه له به او وضع في غير موضوعه في كثير من الاحيان، والنتيجه كانت حالات تجميل غير جيده في الوظيفه مش في الشكل. مظبوط. اقول لك التركية او الـ 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 الحاجه اللي فيها خبره ايه؟ الفينير
موضوع سهل ان انت تخشن السنان وتطلع الشكل المظبوط وتبدا ان انت تتعامل مع السنان دي مش باجهزه كات كام ومش باجهزه دقيقه. انت عملت الشغل العادي بتبقى ايه المشكله بقى؟ ان انت بتيجي تحط الفينير على السنه ما بيكونش ادابتد 100% لان انت مش عامله على كمبيوتر، مش بيقفل لك كل الفراغات، مش بتشوف الشكل النهائي ايه وهو وانت على الكمبيوتر. ينتج عنه ان انت بتحط الفينير تيجي تحط ايدك من فوق تلاقي صباعك او ضفرك داخل شلفنج. ده معناه ان في اكل بيدخل شلفنج. برافو عليك. ده معناه ان اللثه دي شلفنج جاي من شلف اللي هو يعني رف. في رف في رف فالاكل هيقف بالظبط كده. ده هيعدي ده رف وفتحه. يعني كده احنا هنعمل ريحه، التهاب في اللثه، الفينير دوت لازم هيطلع من مكانه وتكتشف ان تحته في خناقه. كل دوت حصل ليه؟ علشان احنا ما عملناش الحاجه دي بدقه، اتعملت مش بحد هايري بروفيشنال، اتعملت بطريقه مش مظبوطه. عشان كده الفينير لازم يتعمل صح والا هتخسر السنان اللي تحته. فمثلا حاله زي كده طبعا هو متضايق جدا من شكل اسنانه ومن لونها ومن كل التفاصيل اللي احنا ملاحظينها. طيب احنا وصلنا بيه لايه؟ هوريك مثلا احنا وصلنا بيه لايه والتكنولوجيز اللي اتعملت. احنا عملنا الفك العلوي بس الاختلاف يعني بص يعني 100% 100% ان احنا نوصل للعلاقه. وبرده الناس لازم تستوعب السنتين الاماميين بيبقوا قرب طول الناب، السنه اللي ما بينهم بتبقى اقصر. العلاقات دي لما بتتعمل صح بتدي شكل في الاخر جميل. بتيجي بعض الناس تقول لك لا انا عايزه السنان كلها تجزيها لي كده مسطره كده بالعرض كده، مش عايز انا اشوف فروق في الاطوال، مش عايز الناب يكون ليه تب، انا عايز السنان تبقى. الناس دي صح انها تتفرج علينا كتير، لما يتفرجوا كتير هياخدوا بالهم، هيتعلموا العيون العين تتعلم. الحاجات دي بتخلي الشكل وحش، بتلاقي نفسك تعبت واتكلفت ورحت وجيت وفي الاخر وصلنا لايه؟ وحش. في برضو ناس العكس يقولك انا عايز الانياب حاده وطويله، يعني التب بتاعت الناب شارب تنضغ الاكل. انت برضو خرجت للاكستريم برضو الشكل هيكون وحش. فالقصه مش ان انت تروح تعمل فينيرز، القصه ان الفينيرز تطلع حلوه ومناسبه لشكل الوش اللي شغالين عليه وللجنس بتاع المريض ست ولا راجل الطفل يعني سوري شاب لازم ولا تتاخد في الاعتبار، لازم تاخد في الاعتبار حته ست ولا راجل دي، لان انا بشوف يعني ولاد عاملين سنان فيها الرسمه البنوتيه ناعمه دي نصيبه سودة، وسيدات ودي لسه قريب جات لي السنان حاده جدا حاده يعني دي سنان راجل خالص مش سنان البنت سنان وسنان الراجل سنان. الفروقات في مره لازم نعمل حلقه كامله على الفرق بين الاثنين، الفرق مع السن. وعلى فكره هو المريض ممكن يعرف الفرق من غير ما يدرس اصلا. ازاي؟ شكلك حلو ولا لا؟ لما بتبص لنفسك في المرايه بتقول الله ولا بتقول يا ساتر يا رب؟ مش كل التجميل تبص في المرايه وتقول الله، لازم يطلع صح. لو طلع صح فعلا هتبص وتقول الله. فلازم التجميل يبقى مرضي، لازم يكون مظبوط علشان المريض يحس ان هو فعلا مشي طريق وانبسط. لازم لما تعمل تجميل ما يبقاش الفينيرز مطلعه ريحه مش كويسه. ما ينفعش تعمل تجميل في الاسنان واللثه فوقها حمراء زي الدم بالدواير او بالفستونز اللي حوالين السنان. ده لو حصل ده معناه ان في شلفنج او في مشكله في الفينيرز اللي انت عاملها. دي معناها انها تتشال وهنجيب من الاول علشان بس ما حدش يتصور ان احنا الشلف ده ننيمه، لان انا سمعت صنفريهولي، ما يتصنفرش، ده هيتشال يترمي ويتعمل غيره. فهمني؟ فان شاء الله لو الناس استوعبت الحاجات دي هتعمل التجميل اللي يخليها فعلا مبسوطه. هل الفينير ليها مده صلاحيه ولا لو اتعملت صح؟ لا بتكمل بس تعمل صح ونمشي على الانستراكشنز الصح. لكن احنا هنعمل حاجات اكستريم اكيد هيبقى اللي يكسر الطبيعي يكسر الصناعي، دي رول. هنفتح ازازه حاجه ساقعه ليه؟ ما نتكلمش، ما نقولش الفينير عمره قد ايه خالص، نفتحش الموضوع ده خالص خالص. انا شفت في حياتي لحظات صادمه زي كده، اللي هو حد
مثلا ماسك الحاجة الساقعة بندور على فتاحة، طب هات كده. ايه يا عم، ايه يا سيدي؟ لا، وفي دلوقتي حد بيرسم مقاس التحكيس او شنطه او بتاع. انا شفت اللي كدا. عملها في ميل، انا شفت واحده اللي عملت الحركه بس دي، بس قوي واحده اللي فرحت فاتحه رحت جاي مخطوط، انت بتعملي ايه؟ طيب ما هي السنه بقى او الضرس لو اتكسر وهترجع تقول لك اصل الفينيرز او الكراونز بتتكسر. لا، احنا عندنا باد يوز، فاحنا لو مشينا على الانستراكشنز الطبيعيه مش هيحصل حاجه، لكن احنا لو مشينا على حاجات غريبه، حاجات ناشفه غير منطقيه ونكسر وندغدغ، لا مش هتعيش. نورتي وشرفتي وابدعتي. ميرسي يا دكتور ايمن. ضيفتي العزيزه التي ابدعت في حوارها الممتع النهارده، لكن احنا حطينا كمان في الاجنده بعض الحوارات المهمه جدا جدا جدا. في التجميل كيف نفرق بين ست وراجل؟ بين نفرق بين شاب عنده 25 سنه وبين راجل عنده 55 سنه؟ بين ممثل بيمثل ادوار جان، بيمثل حاجات وقدامه اضاءه عاليه او اضاءات والى اخره، وبين رجل بيشتغل في مركز حساس، سفير مثلا. هناك فارق كبير جدا بين ده وبين ده في التجميل. الفروقات دي فروقات بالملي، لكن بترفليكشن العين او نظره العين بتختلف. الست غير الراجل. اوقع وحد فيك ويعمل سنانه يكون راجل يعمله شبه الستات، او العكس. العكس هيبقى منتقد، لكن لو انت عملت شبه، لا ده مش هيبقى منتقد، ده هيبقى حاجه. لا، ما ارجوك راجع نفسك. ضيفتي العزيزة دكتورة إسراء السعيد، استشاري جراحة الفم والأسنان وماجستير جراحة الفم والأسنان من كلية الطب جامعة القاهرة، صاحبة الدبلومة الأسبانية لزراعة الأسنان من جامعة سيفيا، أمتعتنا في حوار ممتع جدا ونورت الناس. ميرسي يا دكتورة، خليكم على الناس الحلوة.